لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث، لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة. أما من كان صحيح ليس فيه مرض أو فيه مرض نسيء لا يخشى منه الموت، فله أن يتصدق بما شاء، الثلث، النصف، الثلثين، بماله كله لا حرج عليه، لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إذا كان عنده شيء يعرف أنه سوف يستغني به عن عباد الله.